الاحتفال ديالنا اليوم جاء في اطار تكريم السيد الرئيس السابق سي ابراهيم بوليد نظير الخدمات الجليله اللي قدمها الجمعيه والدعم المادي والمعنوي للمشروط اللي خلانا اننا نزيدوا القدام في العمل الجمعوي ديالنا. وايضا هذه كانت مناسبه اننا نسجوا ونتمنوا اننا نسجوا علاقات مع المجلس الحالي اللي غتكون علاقه كتسم بالدعم المتبادل والعمل الجمعوي في خدمه الصالح العام. شكرا. بعد نهاية الولاية فمشكورة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم سيدي فني على هذه البادرة التي ارتأت أن تحتفي بي وأن يتم تكريمي اليوم بحضور السيد كاتب عام العمالة وعدد من رجال السلطة وكذلك موظفي المجلس الإقليمي وموظفي عمالة إقليم سيدي فني. أكيد مشكورين على كل ما قيل في حقي من كلمات أعتبرها أكيد شهادة افتخار سأحتفظ بها دوما. كيد اشتغلنا بجدية وبروح الفريق مع كافة موظفي العمالة والمجلس الإقليمي، واليوم أكيد من خلال ما سمعنا من كلمات ليدل على أن الحمد لله نجحنا في عدد من المهام على مستوى التنمية وكذلك على مستوى التواصل وكذلك على مستوى التفاعل مع كل المبادرات التي تأتي من المجالس الترابية وكذلك من طرف المجتمع المدني باعتبار هذه الجمعية كذلك جمعية الأعمال الاجتماعية موظفي العمالة من الجمعيات الرائدة، الجمعيات التي تشتغل على مستوى الإقليم بشكل مستمر. مشكورة السيدة الرئيسة على كل الكلمات الصادقة التي نابت فيها عن زميلاتها وزملائها بالعمالة. أكيد مشكورين كذلك جمعية موظفي المجلس الإقليمي على التذكار وعلى الهدايا التي قدمت لي اليوم. أكيد هكذا هي الحياة، الحياة تستمر، انتخاب مجلس جديد، نتمنى إن شاء الله له التوفيق وإن شاء الله أكيد متأكد شخصيا بأنه سينجح بتعاون مع السلطات الإقليمية ومع الموظفين في سبيل تنمية إقليم سيدي فني الذي يستحق كل الخير وكل العطاء والتنمية بحول الله.